الفيديو اللي كنت واللي كنتي اللي باغي نهاجروا بطريقه قانونيه، نهاو بطريقه قانونيه. هذه فرصه بين يديكم حداكم، ولكن ما عرفتش الواحد ما كيقلب صراحه. المهم باش ما نطولش لكم بزاف، تابع معايا الفيديو حتى الاخر. الو، السلام عليكم خوتي وخواتاتي، رجعت لكم. هذا اول حاجه فيديو تحفيزي، فيديو تحفيزي للشباب الراغبين في الهجره القانونيه الى الديار الاوروبيه مثلا، او امريكا او كندا او اي بقعه من بقاع العالم. مهم اللي باغي غير المستقبل ديالو، اللي باغي يقلب على راسك كما كنقولوا، هذا فيديو تحفيزي. وما عرفتش انا علاش الواحد ما كيقلبش، علاش ما الواحد ما كيقلبش. مش مهم باش ما نطورش لكم بزاف، كما كتشوفوا معايا عندنا انا بيك، كاينه شراكه ما بين المغرب والمانيا، شراكه بين المغرب والمانيا، راني كنت شرحتها في واحد الفيديو قبل من هذا، وغنحط لكم اللين ديالو في صندوق الوصف اللي بغيت تطالع عليه. هاد الشراكه ديال انا بيك مع جيز، كيف ما كتشوفوها هي هنا جيز مكتوبه جيز، هيا هاد جيز يعني شراكه ما بين المانيا والمغرب ديال الاوس بيلدونغ، او ما يسمى بالعربيه التكوين المهني او فورماسيون بروفيسيونيل. كما كتشوفوا في لو تيتغ، ابي لا كانديداتور بور اون فورماسيون بروفيسيونيل دي اوبيراتور او لا اوبيراتريس دو ماشين دو لاند اي دو لانستالاسيون اون المانيا. هاد الناس هادو شنو دايرين؟ دايرين واحد بروغرام ودايرين واحد النظام ديال التكوين المهني اون الترنونس، يعني بالتناوب. يعني كيفاش بالتناوب؟ كيفاش اون الترنونس؟ كيف ما هما كاتبين هنايا، ما غتشوفوها هنا، انا ندير لكم سوليني سيليكسيوني عفوا هاي فورماسيون بروفيسيونيل اون الترنونس. يعني كتخدم سيدي في لونتربريز، كتخدم في الشركه او ميم طون كدير فورماسيون في ليتابليسمون، يعني في التكوين، يعني في الانستيتيو، يعني في المعهد اللي كدير فيه التكوين المهني. الو، هاد الناس هادو داروا هاد البروغرام، داروا الشراكه مع المغرب خصوصا مع نابيك، لان هي اللي مكلفه بمكتب التشغيل انعاش الشغل والكفاءات كيف ما كتعرفوا. هاد الناس هادو كيف ما قلت لكم كيقلبوا على شباب اللي غيخدموا لهم في سوق العمل الالماني، وهما اللي غيتكلفوا لهم بالفورماسيون بروفيسيونيل، التكوين المهني او الاوس بيلدونغ بالالمانيه، وغادي تخدم او ميم طون يعني في ديك الشركه اللي غتكونك او هي اللي غتخلص لك مثلا هذاك الاوس بيلدونغ، لان الاوس بيلدونغ هنايا او التكوين المهني غالي اخوتي بزاف. يعني الا بغيتي تقرا بوحدك غالي، ماشي بحال المغرب مثلا، المغرب وقال التكنيسيان كتخلص ليه مارش 800 درهم، وتكنيسيان سبيسياليز كتخلص ليه واحد 1000 درهم المارش. مهم هادشي اللي كاين هنا، التكوين المهني او الاوس بيلدونغ غالي بزاف. يعني الواحد يعني صراحه الواحد اللي مثلا المغرب ما يقدرش يمول التكوين المهني هنا في المانيا. المهم هاد الناس هما اللي غيتكلفوا بكم، وغادي يكونوكم و ميم طون تخدموا معاهم في لونتربريز وغادي تخلصوا. هادشي راه كاين كلشي هنا، غنشرحوا لكم ان شاء الله. المهم هادشي هذاك هاد سميتو حتى هو، نخلي لكم صندوق الوصف اللي بغيت تطالع عليه. Et dans le cadre de développement de l'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi à l'international, l'ANAPEC et la GIZ, l'ANAPEC ou la GIZ, offrent aux jeunes marocains en recherche d'emploi la possibilité d'effectuer une formation professionnelle en alternance, yani en entreprise, l'entreprise et dans un établissement de formation, yani l'institut. Des opérateurs ou des opératrices de machines et d'installations en Allemagne. Ok? Cette formation est proposée en trois secteurs en Allemagne. L'industrie alimentaire, l'industrie métallurgique, et plasturgique, plastique. Alors, tâche typique au travail. Je veux dire qu'on doit programmer des machines, il y a quelqu'un qui la machine, réviser et réparer des machines, il y a des réparations, il y a une mouragée, ou une maintenance, il y a un petit peu, ou contrôler et stocker des matériels. C'est ce que je veux dire. Alors, c'est ce que je veux dire, je vais vous 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 dire, تكوين لانغويستيك يعني لغويا، وانتركلتشرال يعني كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد، وكل ما يتعلق مثلا
مثلا بالمانيا يعني في ديك البلاصه اللي غتجي لها والجهه اللي غتجي لها غيكونوك في كل شيء اي حاجه مده 6 شهور تاخذ مستوى هاي كتبير اتان دخل نيفو بي ان هاي هاد نيفو بي ان غتولي تهضر بالالمانيه مزيان يعني بي ان نيفو مزيان بخير و هذا راه فيه كادر اوروبيان كومان دي لونغ يعني راه شي حاجه معترف ب انترناسيونال خوتي هما اللي غيكلفوك هما اللي غيتكلفو بكلشي الوغ مهم غديروا واحد فورماسيون اون بلان طون يعني بلان طون بحال قلتي خدام غتخدم بحال غتقرا من 2 حتى للجمعه يعني طون يعني بلان طون كيف ما قلت لكم بحال واحد خدام من 2 حتى للجمعه عندكم ما قلت سمعتوا لحد دروب ولا ما عرفتش كيفاش غيديروا لكم مهم الواحد يخدم الواحد يقرا واحد يتعلم كيف ما هما غيخلصوا لك باش غتعلم اللغه مهم غير بريباريكم كما قلت لكم لانغويستيكمون انتركولتوريل المهم حنا هادشي ما يهمش المهم تبدا نوريكم هادشي يعني نخليكم هادشي في رابط الوصف داكشي غتطالعوا عليه داك الشروط داكشي ماشي شروط يعني شنو غيعطيوكم يعني شنو هو اللي الشروط هما هادو بروفيل روكي قال لك تكون مقيد في لانابيك اتر انسكري على لانابيك اوكي اللي ما انسكريش راه غيمشي لانابيك يمشي لسميتو ولا اش كيقول ليه الريسبسيون ريسبسيون لاكي يقول لهم السلام عليكم بغيت تقيد سي نورمال تقيد غيكون كوم سا غادي يجيب لك سي ان اي لا كارت ناسيونال فوتوكوبي ليغاليزي ديبلوماتيك ليغاليزي ولا عندك الباك مثلا ليغاليزي وغادي غدير تحط الدوسي ديالك باش تقيد فيهم في السيستم ديالهم باش تولي اكتيف في السيستم ديالهم اجور قالك تكون مقيد في لانابيك يا خوتي هادشي غنوريكم دابا تكون قيد في لانابيك وتكون ما بين عندك عمر ديالك من بين 18 27 حتى نهايه 31 اكتوبر 2019 وتكون عندك اتر تيتولير هيا اتر تيتولير دان باكالوريا الا عندك الباك ولا ما عندكش الباك خاص تكون عندك غير نيفو باك ماشي مشكل افوار ان ديبلوم بروفيسيونيل مينيموم تكنيسيان دان ميتيي technique et dans le secteur industriel, par exemple dans les secteurs de la métallurgie ou la plasturgie et le secteur alimentaire. Et d'où le diplôme les bernes chouti, la sable qui me dit comme un fort cas, a dit au match les bernes l'industrie alimentaire ou l'industrie métallurgique ou la plasturgique. Et chez les bernes, on tient ou l'entièreté reste qu'on a un diplôme là. Ok, avoir un bon niveau en français ou slash ou en anglais يعني كان عندك فرونسي مزيانه مزيان كان عندك لونغليزي مزيانه مزيان اللي كان عندك مزيان بجوج من الاحسن avoir des notions d'allemand A1 serait un atout يعني من الاحسن الى من المستحب يكون عندك مثلا واحد نوسيون دو باز يعني يكون عندك واحد درايه باللغه الالمانيه على الاقل واحد نيفو A1 يعني هو البدايه هو الانطلاقه ديال اللغه الالمانيه هو النيفو A1 يعني كان عندك سي تان ناتشو يعني ماشي شي حاجه اللي اوبليغاتوار ولكن دو بريفيرابل يعني من الاحسن الوغ فير بروف دين بون فولونتي دي سانتيغري المهم باش نخلص عفوا نخلص لكم هاد الفقره هادي انك تكون قابل على التاقلم مع الشركه مثلا الالمانيه وحتى الحياه في المانيا وداكشي يعني كلشي غيكون ساهل يعني ماشي شي حاجه يعني احنا سبحان الله العظيم معروفين بالتاقلم ديالنا في اي حاجه بحال الحرباء المهم اتر موتيفي وداكشي كما قلت لكم ديسبوزي دون فيش انتروبوميتريك هو ديال البوليس سون مونسيون يعني حتى واحد الحمد لله ما يكونش مشدود ولا شي حاجه ولا عنده شي بروسي ولا شي حاجه ولا يعني شي وسخ كيف ما كنقولوا حنا بالعربيه الوغ دوسي دو كانديداتور غيكون عندك سيفي تيب دو مون رومبلي اون لانغ فرونسيز ا تيليشارجي ايسي غديرو تيليشارجيو فهكاك بحال قلتي غتعمر سيفي يعني السيفي ديالك غتصايبو على شكل هما اللي باغين كوبي ديال لي ديبلوم اللي عندك ولا ديبلوم اللي خاص اللي باغين جوستيفيكاتيف دو نيفو دو لانغ سي ديسپونيبل الا عندك اون فارياسيون دو نيفو دو لانغ فرونسيز او انغليز او الموند سورا افيكتيو ديرون لو بروسيسو دو سيليكسيون الا عندك شهاده كدلي بانك حرس واحد مثلا مستوى في الفرنسيه والانجليزيه او المانيه كتجيبو معاك جيستيفيكاسيون يعني تجيبو معاك كومبروف لونفوا دي دوسي دو كانديداتور انكومبلي اي او سان سيفي تيب دو مون رومبلي اون ليميناسيون المهم هادشي ما تحتاجوش الا بانت لكم اخوتي هاد او بلو تار لو 28 نوفمبر ما ديوش عليها اخوتي 4 مرات كيديروا هاد لا دات ولكن كتبقى
هاد لوفر سريه المفعول لانني انا طالعت عليها في الموقع ديالهم الموقع الرسمي ديال لانابيك. هادشي ما كتشوف ورا lanapec.org راه ديال لانابيك هادشي كامل اوفيسيال راه كيبقى لوفر في لو سيت ديالهم راه ما كيتحيدش يعني حتى كيحيدو عاد ما كيبقاش سير المفعول. دابا راه سير المفعول خوتي خواتاتي بليز طونطيو لا شونس ديالكم ما تقولوش لا ما تقولوش حقا ما يقدروش يقبلوني ولا شي حاجه غير طونطي لا شونس راه ما تعرفش شنو كاين ما تعرفش الخير فين كاين قسما بالله راه شحال من واحد ما على علاقه له مع الدومين وكيدفع وكيتقبل مع ضد واحد اللي كيكون عنده الدومين وما كيتقبلش علاش لانه اما حشمان اما ما تيقش في راسو اما كيقول انني انا غنمشي وما غاديش نتقبل. خوتي طونطيو لا شونس ديالكم هذه معلومه بغيت نشاركها معكم ما بغيتش نبخل عليكم بها. هاد الشراكه راه مزيانه ما بين المغرب والمانيا اللي بغى يهاجر اللي بغى يدير مستقبله اللي بغى يبدل حياته ويعاون والديه كيف ما كنقولوا راه كاينين فرص اخوتي خاصكم غير تقلبوا عليها. وصلنا لنهايه ديال الفيديو ما كرهتكمش يعني ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس كي يمشيو يجيكم اي جديد ان شاء الله. الى عندكم شي استفسار ولا شي حاجه خليو لينا في كومونتير وان شاء الله نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.